رائعة 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 إلى أقصى درجة، لا تؤجل قراءتها، وبإذن الله سوف ترسلها لأحبائك. حينما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى وأوحى إليه ربه: يا محمد، ارفع رأسك وسل تعطى. قال: يا رب، إنك عذبت قوما بالخسف وقوما بالمسخ، فماذا أنت فاعل بأمتي؟ قال الله تعالى: أنزل عليهم رحمتي وأبدل سيئاتهم حسنات، ومن دعاني أجبته، ومن سألني أعطيته، ومن توكل علي كفيته، وأستر على العصاة منهم في الدنيا وأشفعك فيهم في الآخرة. ولولا أن الحبيب يحب معاتبة حبيبه لما حاسبتهم يا محمد. إذا كنت أنا الرحيم وأنت الشفيع، فكيف تضيع أمتك بين الرحيم والشفيع؟ سبحانك يا رب، ما أعظمك وما أرحمك. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. يقول إبليس لله عز وجل: وعزتك وجلالك لأغوينهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فيقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي لأغفرن لهم ما داموا يستغفرونني. أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. أكثر من الاستغفار: اللهم اجعل تذكيري صدقة جارية. إن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة ولم يجدوا أصحابهم الذين كانوا معهم على خير في الدنيا، فإنهم يسائلون عنهم رب العزة ويقولون: يا رب، لنا إخوان كانوا يصلون معنا ويصومون معنا لم نراهم. فيقول الله جل وعلا: اذهبوا للنار وأخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وقال الحسن البصري رحمه الله: استكثروا من الأصدقاء المؤمنين، فإن لهم شفاعة يوم القيامة. الصديق الوفي هو من يمشي بك إلى الجنة. قال ابن الجوزي رحمه الله: إن لم تجدوني في الجنة بينكم فاسألوا عني، فقولوا: يا ربنا، عبدك فلان كان يذكرنا بك. ثم بكى رحمه الله رحمة واسعة: وأنا أسألكم، إن لم تجدوني بينكم في الجنة فاسألوا عني لعلي ذكرتكم بالله ولو لمرة واحدة. اللهم إنا نسألك رفقة خير تعيننا على طاعتك، وأدم اللهم علينا تآخينا فيك إلى يوم لقائك. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. بدأها شخص ومرت بي، فهل ستنتهي عندكم؟